إذا ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلنا من بغداد داخل قبة البرلمان محمد فراس ليوافينا بآخر أحداث التظاهر والتجمهر في الشارع العراقي تحديدا في بغداد. أهلا بك زميلي، حدثنا بشكل عام عن الأجواء من حولك، كيف تسير أجواء التظاهرات وهل من جديد؟ نعم، الأجواء هنا كما هي في اليوم الثالث والثاني والأول. نحن اليوم في اليوم الرابع للاعتصام المفتوح الذي بدأ قبل 4 أيام من الآن. الاعتصام مستمر والمتظاهرون منهم من يأتي ومنهم من يذهب، وهنالك أيضا من هو مقيم هنا في مجلس النواب لا يتحرك، وأيضا المواكب الخدمية مستمرة بتقديم الدعم اللوجستي والغذائي للمتظاهرين. كما تشاهدون الصورة واضحة لأعداد المتظاهرين الكبيرة هنا في مجلس النواب العراقي. منذ يوم انطلقتها وإلى هذه الساعة لم يخلو مجلس النواب من المتظاهرين، حدث فقط أن اللجان التنظيمية قامت بإفراغ القاعات الكبيرة مثل قاعة مجلس النواب، المركز الصحفي، كافتيريا النواب لتنظيفها فقط وإعادة تأهيل يعني الأرضية الخاصة بها، تنظيف بسيط، ومن ثم عاد المتظاهرون إلى القاعة الكبرى وإلى الأماكن الأخرى. نعم. وهنا أيضا في لوبي البرلمان الهوسات مستمرة للعراقيين للمتظاهرين في لوبي البرلمان. دعيني أستغل الوقت زميلتي وأستضيف. قبل ذلك محمد، قبل أن تأخذنا بجولة معك للحديث عن بعض الآراء من قبل المتظاهرين، قبل البدء بجولة خاطفة للحديث مع المتظاهرين لمعرفة المزيد من آرائهم، أود أن تحدثني بشكل سريع عن الإجراءات الأمنية. هنالك أنباء عن توجيهات بفتح جسر الجمهورية وبوابة التخطيط، كيف يجري الأمر؟ نعم، شوارع العاصمة بغداد جميعها في انسيابية جيدة لحركة المركبات، لا يوجد هنالك اختناقات مرورية، والطرق المغلقة فقط المؤدية إلى مجلس النواب القريب من مجلس النواب، سواء نفق الزيتون، تقاطع الصالحية، التقاطع الذي يسمى بتقاطع حيدر دبل القادم من جسر الجمهورية، هذه الشوارع مغلقة لتأمين حياة المتظاهرين. أما باقي طرق العاصمة بغداد فهي مفتوحة، وحركة السير سير المركبات بانسيابية كبيرة. مركز الاعتصام هنا في مجلس النواب في المنطقة الخضراء، المنطقة الخضراء بطبيعة الحال هي مغلقة، بالتالي الشوارع خارج منطقة الخضراء المؤدية إلى مجلس النواب هي مغلقة، وهنالك مفارس تفتيش أيضا مشتركة بين الجيش العراقي، القوات الأمنية العراقية عفوا، واللجان التنظيمية في هذه التظاهرة. أعود بالاستضافة لشيخنا العزيز سماحة الشيخ، حياكم الله في نشاط الثالثة. نتحدث عن تظاهرة استمرت لثلاثة أيام وهي مستمرة، نتحدث عن المطالب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآن هذه الجماهير إنما هبت على ديار الظالمين، إنما هبت ليس عن فراق، ولكن رأت الظلم ورأت الحيف ورأت عدم الكرامة الإنسانية. اسم الإنسانية شيء إنساني، اللي أعز شيء عند الإنسان هو فقد في العراق العظيم. فاليوم نتذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال لابنه الحسن سلام الله عليه: بني حسن كون للمظلوم عونا وللظالم خصما. الآن الجماهير رأت الحيف ورأت الظلم ورأت الإقصاء. اليوم نعيش أوضاع مأساوية، من أبسط الخدمات، شرب الماء، هذا الماء هذا اللي بسيط هو احنا ما متوفر لنا العراقيين. من حق الشعب العراقي أن يخرج برمته، مع الأسف مع شديد الأسف البعض والكثير من ليس من البعض كثير من الشعب العراقي أنه فقط قاعد بيوته يريد تغيير. أما تغيير هي اليوم ثورة عاشوراء، نستلهم من أبي الشهداء عليه السلام حينما قال: لا خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله، خرجت أمر المعروف ونهى عن المنكر. هذه الجماهير خرجت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، تريد تغيير نظام جذري، لا نريد جزئي. كما قال ولي الله السيد المولى سلام الله عليه السيد الشهيد محمد صادق الصادر: أنا حررتكم فلا يستعبدنكم أحدا من بعدي. اليوم ثورة عاشوراء جسدت بسماحة السيد القائد الزعيم العراقي مقتدى الصدر رعاه الله. فها هي جماهير جزاها الله خير الجزاء المحسنين. كيف تجد دعم العشائر العراقية لهذه؟ الحمد لله، الحمد لله، الدعم متواصل والحمد لله، والجهود
خير من الله. طيب سؤال يثار كثيرا، هل التظاهرة فقط لأتباع التيار الصدري أم أنها عامة لكافة أتباع الشعب؟ أما التظاهرة، السيد القائد دعا العراق برمته ليس فقط على التيار الصدري فقط، على كل غيور، على كل، أنه حريص على بلده أن يظهر ضد الظالمين، فينطق كلمة حق أمام السلطان جار أعظم الجهاد عند الله جل وعلا. أهلا وسهلا، حياكم الله. انضمامك معي في النشرات الثالثة. نعم. كما استمعتم وكما استمعت زميلتي العزيزة إلى النفس هنا داخل التظاهرة وماذا يريد المتظاهر العراقي وما الغاية من وجوده هنا في مجلس النواب وما الذي وما هو سقف المطالب، وهو سقف محدد لم يرتفع، خدمات، محاربة فساد، إقصاء الفاسدين و تغيير نظام المحاصصة. نعم. طيب محمد، عندك معلومات عما حدث من نشوب حريق في دار الضيافة؟ شنو اللي صار بالضبط؟ دار الضيافة بطبيعة الحال هو داخل، نعم، داخل المنطقة الخضراء، والباب المؤدي إلى المنطقة الخضراء مغلقة من قبل اللجان التنظيمية للتظاهرة. خروج المتظاهر ودخوله هو من الباب التي تؤدي إلى خارج المنطقة الخضراء، بالتالي الحريق الذي حدث في دار الضيافة تم السيطرة عليه بسرعة كبيرة ولم يكن مفتعل لا من المتظاهر ولا من لجنة تنظيمية، إنما يعني حريق بسيط في قرب البوابة الخارجية لدار الضيافة. دار الضيافة أساسا لم تفتح أبوابها، لم يدخله أحد، لا متظاهر ولا أمني، حتى بناية مجلس الوزراء. والخضراء، أكرر أن المنطقة الخضراء بطبيعة الحال هي مغلقة تماما، دخل منها المتظاهرون فقط في اليوم الأول لدخول مجلس النواب، وبالتالي أو بالأيام الثانية والثالثة والرابعة أصبح الدخول والخروج من الباب المؤدي إلى خارج المنطقة الخضراء. المتظاهر اليوم يقتصر وجوده في بناية مجلس النواب، ساحة الاحتفال مسيطرة عليها من قبل اللجنة الأمنية التابعة لهذه التظاهرة، ويعني الأمور مسيطر عليها داخل المنطقة الخضراء وحتى في المحيط الخارجي. المنطقة الخضراء أتحدث عن نفق الزيتون والشارع المؤدي إلى جسر الجمهورية وإلى وزارة الخارجية. نعم، نكتفي بهذا القدر محمد فراس، مراسلنا من بغداد تحديدا داخل قبة البرلمان، وبالتأكيد ستوافينا بآخر الأحداث إن جد جديد بعد قليل. شكرا جزيلا لك زميلي.